إذا أردنا أن نتحدث عن تأثير هذه المبادرة في الجوانب المتعلقة بالأكاديمية واضحة، ولكن ما علاقتها بالتأثير النفسي أو إكساب الطلبة مهارات اجتماعية؟ مهارات اجتماعية الطالب لما مثلا يصير يحس بالتاني من ملامح وجهه لأنه كنا نستخدم مثلا بعض الرسومات بتدل على أنه الواحد غضبان فرحان سعيد هذه ساعدتهم بتساعدهم أنه كيف الواحد لما يخاطب الثاني كيف أنه يستخدم الوقت المناسب لما يكون مثلا أبوك غضبان وأنت بدك تطلب منه إشي هل بتروح هلأ هل وهو في حالة غضب وأنت عارفه شايف وجهه ملامح وجهه وتطلب منه هلأ هل كيف رح تكون ردة الفعل أكيد سلبية رح تكون مهارة بتشجعهم انه كيف يختاروا الوقت المناسب لما بدهم مثلا اشياء كمان مهارة انه التعاطف مع الاخرين يحسوا يعني الطالب الشاطر مش يصير مغرور تعاطف مع الثاني لانه ربنا يعني ربنا اعطاك قدرات ما اعطاهاش للثاني حلو انك تصير تتعاطف معهم صاروا يحسوا ببعض صاروا بدل ما يستخدموا كلمة انا نحن ركزوا عليها يعني صاروا يفكروا بالجميع المحاور يفكروا بالام فكروا بالإخوة فكر كمان من حيث تعامل يعني استخدم استراتيجية جديدة لأي نقطة ضعف عنده سواء بإيده أو بالمظهر يعني لأنه كمان كتير مثلاً بتلاقي الطلاب أنهم نصحين مثلاً فهذا جانب أنه يصيروا يتمسخر عليهم الطلاب مصيبة يعني كمان فمن داخل أشياء إيجابية بالعكس انت ربنا خلق لك اشياء ثانيه حلوه، مثلا شوف عينيك ما احلاها، شوف مثلا كيف لما تكتب ما احلى خطك، فهذا بيخلق اشياء عندهم وامل للمستقبل وتفاؤل فيه. نعم، استاذ محمد ذكرتم يعني اولا انكم تعلمون او تدرسون التربيه الفنيه وان الوسائل التعليميه التي قمتم بالعمل عليها كمبادره يعني بعضها يتعلق في الجغرافيا او العلوم، كيف كانت طبيعه التعاون بينكم وبين باقي المعلمين لاخراج هذه الوسائل الى حيز النور. طبعا هي العمليه كما في العنوان هو اندماج اندماج خبرات فنيه وخبرات علميه. نعم. طبعا قدراتي في المواد الاخرى الانسان ما يعني ما بيمتلك كل المعلومات الكافية عن كل المواد اللي في الموجودة في المدرسة العلوم والرياضيات وال... فكنت آخذ احتياجاتهم فكان المعلم هو اللي يعطيني الفكرة الأساسية تبعت احتياجه هو هو شو بده المعلم نعم. داخل الحصة أو داخل الدرس وشو اللي محتاجه إنه يعبر للطلاب عن درس معين وممكن إنه يكون بوجد صعوبة في إنه يدخل مع الطلاب لمجرد بطريقة درس كلامي عادي مش قادر يشرح زي مثلا اللي هو القطاع اللي كان في مخارج الأصوات المعلم قد ما يكون بشرح عن مخرج الصوت مش زي لما الطالب يشوفه في عينه وين المخرج بالضبط منين وين المنطقة اللي أنا بدي أستخدمها نعم. فالأفكار هي أساسا من المعلمين للمواد الثانية الفكرة الأساسية تعتمد على حاجة المعلم انا كنت بستخدم اللي هي القدرات الفنيه وانا على فكره مخلص ديكور <applause> كنت بستخدم هاي القدرات في تنفيذ رغبه المعلم في اخراج وسائل تعليميه يعني من المؤكد انكم كنتم على حاله تواصل مع المعلمين وكيفيه تاثير هذه الوسائل على الطلبه وتعاطيهم معها ماذا كانوا يعني ينكون اليك من تفاعل الطلبة مع هذه الوسائل طبعا أولا الهدف الأساسي دائما لهذه الوسائل هي خلق بيئة آمنة ومحفزة للطلاب نعم. كلمة محفزة يعني أن الطالب يرغب في الدرس تبعه يكون عنده تحفيز كمان لمدرسته ف والمعلم نفسه كمان بحاجة لنفس الشيء إحنا دائماً نحكي خلق بيئة آمنة ومحفزة للطلاب كمان للمدرس هذا صحيح آه. آه المدرس كان لما يشرح الدرس باستخدام الوسيلة كانت تكون الأمور سهلة جداً بالنسبة له آه كل الطلاب منتبهين عليه كل الطلاب ممكن مبتسمين آه عندهم رغبة لمعرفة المزيد عن الدرس نفسه من خلال الوسيلة اللي موجودة أمامهم آه بحبوا يستخدموها بحبه كنت الوانها اللي كنت يعني احاول قدر الامكان تكون الوان طفوليه يعني بحيث انها تراعي الحاجه تبعتها وبنفس الوقت تراعي الجماليه او الجاذبيه بالنسبه للطفل فالمعلم كان يعني اشعر بانه سعيد وكنت يعني احس انه انا انجزت كل اللي بدي اياه يعني هاي اللحظات بتكون اجمل لحظات انك تحس انك انت فدت المعلمين الاخرين وبنفس الوقت كمان يحس انه الطالب سعيد فانت انجزت كانك انجزت في حصه غيرك مش حصتك هي ولكن يعني ساعدت غيرك في انه يوصل وساعدت الطالب نفسه بانه توصلوا المعلومه ف استعد بتكون لنا كلنا طبعا نعم هذا صحيح <applause> <applause> استاذ أي ايمان يعني من المؤكد ان اي مبادره يجب ان تنفذ لن تكون الطريق دائما معبده بالورود ماذا بالنسبة لمبادرتكم؟ هل واجهتكم أي صعوبات؟ عراقيل من أي نوع وعلى أي صعيد؟ ومن كان لكم داع داعما ومشجعا طوال فترة تنفيذ المبادرة؟ أكيد أي شيء بدك تبدأ بما أنه جديد مش بسرعة الواحد بتقبل أشياء جديدة ومتطورة عشانها كمان أشياء بعيدة أشياء تيجي نفسية وعاطفية اجتماعية أكثر مش ملموسة زي ما بتبدا بوسيلة تعليمية بدك تعملها بتكون الكل شايفها أول إشي لما بديت مثلا كتبت أهداف وخطة على فكرة مش أنا بس لحالي يعني اشتغلت بهذا المشروع لازم الواحد يذكر الفضل لمين كمان اه في كان معي فريق زي ليانا جابر ومها قرعان كانوا في مركز قطان وكنت أروح عليه مثلا ونبدأ مشاريع وشوي شوي كانوا كل خطوة معي في كل خطوة نمشيها وهم كانوا مشجعين وداعمين إلي كتير ووفروا لي أشياء يعني خاصة في المرحلة الثانية المرحلة الأولى كانت أصعب المرحلة الأولى كانت لما عرضت مثلا على أي واحد على أي معلم كان يقول يعني يعني ايش هذه الاشياء؟ يعني مش لسه مش مأمنين بالاشياء اللي بدنا اياها حتى يعني هلا مش المبادره مثلا تطورت واستمرت، في لسه ناس مش متقبلينها بقولوا انسي من هيك اشياء، خلص خلينا باشياء يعني خلينا بالاشياء الروتينيه. بلاش نطلع على الاشياء البعيده وابصر ايش مع انها كلها هي لو تيجي الواحد يفكر فيها بمنطق بدها كلها متكامله مع بعض اصلا ما نستغني عنها بس بدها شويه مهارات احنا نتدرب عليها نعم. نكون فيها لقيت صعوبات مثل يعني انه كنت بالبدايه بالمشروع الاولاني الصعوبات مثلا فيش عندي وسائل تكنولوجيا يعني زي كمبيوتر دي في دي سي دي حتى لما قدمته بالاول لالهام فلسطين حتى انتم ما استوعبتوهوش كمان لما قدمت المبادره بالاول انا مش متذكر قدمتها ما هي مرتين، آه. المرة الأولى لما كتبت بعرفش هي اللغة يمكن لعبت دور إنه الواحد ما يجتاز بس المرحلة الأولى ما يجتاز المرحلة الثانية أو كمان يمكن ما كانتش واصلة للمنحنى اللي الناس اللي قرأوها خاصة إذا كانوا بيفهموا بالناحية النفسية. اعتمدت بالأول إن اعتمدت على أشياء بسيطة زي الجريدة كنت أروح على الجرائد مثلا في صفحة من الصفحات اللي الأطفال اللي بحطوا صور عيد ميلادهم هذه كنت أقصصها كلها عشان بتعبر عن ملامح الأولاد وخاصة أني بما أني بشغل في مرحلة أساسية حلو الواحد يستغل أشياء منهم فيها رجعت لصور بمركز وفر للصور مثلا وجوه مختلفة عن قصص هذه اللي كنت امشي فيها في المرحله الاولى بس المرحله الثانيه اشتست الصعوبه هذه اني من اوفر موارد يعني مادية يعني فيها أكدت أيضا بأنه المبادرة تختلف بأنه بحاجة إلى مكان إلى غرفة محددة آه، طبعا من ساعدك في توفيرها في المرحلة الأولى لما ما كانش في غرفة كنت أطبق بس بالصف وفي حصص الرياديات وحصص التربية الوطنية في نفسي يعني أخذ جزء أعمل منحنيين مع بعض في نفس الوقت أدخلهم مع بعض هلأ في المرحلة الثانية قعدت أفكر لازم نطور أكثر في بيئة في غرفة لقيتها جنب المقصف ما حدش مستغلها ولا بدي اقترحت على المديرة اني بدي اسوي فيها قالت لي طيب سوي يعني بدك اياه طب هلا بدي تراشة بدي دهان بدي براضي الصراحة انا بحب يعني اشي يكون مرتب ومنظم يعني لا. كمان طب شو بدي اسوي بتعرف يعني العلاقات برا مع إما إم مع حدا مثلا ناس مثلا انتقلوا على دار الله فتحها عليهم مثلا بدهمش البرادي اعطوني اياها فجبتها للمدرسه مثلا الطاوله كمان بدهمش اياها حتى بدون كراسي بدون إجراء مثلا اخذتها لانها بتشبه طاوله السفره وكبيره جبت درج مكسور بالنشية محطوط على الجهة وحطيته وحطيت الطاوله عليه في المدير مثلا ساعدتني بترشت لي اياها بس في اشياء بدي اياها انا مثلا الداير مثلا بدي اياه بلونتين مثلا احمر انا دهنته ده سويته واشتغلت فيه في في الاشياء الثانيه بسيطه يعني من الجريده بقصها وبعلقها صور اي شيء كتابات بكتبها فيها هلا الدي في دي والسي دي اللي كنا نستخدم للحيوانات غالي هذا يعني المدرسه بتقدرش لانه بتقول لك في شيء ابدا من شيء هو المنطق صح في اشياء لا. ابدا نوفرها وفر ليها اياها مركز قطان زي الدي في دي والسي يعني كان هناك في تفعيل لدور المجتمع المحلي أوه. وايضا المجتمع المدني في دعم مثل هاي المبادره ونحن نتحدث بالمناسبه عن قضايا يعني بسيطه وهذا ربما يعد نموذج وقدوة حسنة للآخرين من المدارس والمعلمين كي يعتبرونه نموذجا للتطبيق ما هو في ناس مثلا في عندك منحنيين في ناس مثلا بتقدر تساعدك بتقدرش تساعدك بالاشياء مش المحسوسه نعم. مثلا زي مديره الضواحي الاس مثلا بتساعدك انه فيش عندها منع ما تشارك وتستعمل ابداعاتك هذا إشي مميز كمان انه تتركك تطبق اشياء جديده على ارض الواقع في مدارسها بس انك بدك تبعت مثلا انه احنا هي بنطبق هيك شو رايكم بهيك يعني هذا إشي مميز كمان هي ناس دعمونا باشياء معنويه منيح وفي انا ناس بيقدروا مثلا يدعموا باشياء ماديه يعني الواحد بده يعمل منحنى متكامل يربطهم مع بعض عشان يستفيد من جميع المحاور كان معلم او مديريه او مجتمع محلي او اولياء الامور كمان او الطلاب نفسهم حتى هم نفسهم بيقدروا يوفروا اشياء على سبيل المثال الطلاب كان مثلا بدي مثلا ماده او شيء او صور مثلا اقول لهم هلا لما تروحوا بتعرفوا كتب اخوتكم السنه الماضيه مثلا بتعرف انه الكتب من صف اول لرابع في بعض منها بتسلم بترجع للطالب يضل معاه نعم. انه نستفيد منها ونستغلها فكان يروح مثلا يقصوا ويجيبه ويحطه فهذا كمان يعني الطالب حتى اشترك فيه نعم استاذ محمد يعني الاستاذ ايمان ربما تكون مخرجات المبادره هي مخرجات يعني بحاجه الى وقت طويل لكي تظهر لكي يتم التفاعل معها ماذا بالنسبه عن مبادرتكم هل واجهتكم صعوبات من نوع معين سيما لاحظ تقرير ان بعض هذه الوسائل متقنه لدرجه كبيره وتحتاج ايضا الى مواد من نوع خاص. من وجه لكم يد العون والمساعده؟ من دعمكم وشجعكم؟ طبعا المبادره ما بتقوم الا بمجموعه كامله. وخطا انه يظن الانسان انه ممكن يقوم بشيء لوحده. طبعا موجودين اول شيء المعلمين مشكورين. ومدير المدرسة مشكور على تسهيله جدا عملية اللي هي عمل الوسائل وابتكارها كمان دعم شديد من المعلمين كان كل الاتجاهات كمان كان في دعم من المجتمع المحلي في طبعا بالذات المؤسسات اللي كنا في احنا يعني كمعلمين في نشاط اصلا اساسي بيننا وبينهم زي منتدى المثقفين وغيره آه. آه فكان اكثر شيء بواجهني صعوبات انه لازم تخلق او تبتكر الوسيله التعليميه آه من اشياء تكون بسيطه ورخيصه الثمن اساس آه تكون الامور سهله فكان لازم آه تحاول الخامات تغيرها الأساسية تبعتها لأنه بالنسبة لمثلا خريج ديكور ودارس سهل جدا إنه يصنع أي وسيلة تعليمية إذا كانت كل الخامات متوفرة وكل الأدوات والأجهزة اللي راح تصنعها كانت معك متوفرة نعم. بس صعب جدا إنك أنت تحول الخامة مثلا معينة تستخدم خامة بدالها حتى إنك مثلا في كثير من الأخشاب اللي استعملت مستعملة في نفس الوسيلة كانت خشب مستعمل أو مطور صغير مستعمل أو حتى إبر إن نروح على المستشفى ممكن تعطونا إبر يعطونا إياها تبرع أساس استخدام ضغط السوائل نعم. آه كمان كان في زي مثلا إيد الجرافة ما كانش في حل أمامي مثلا أجيب إيد الجرافة اضطريت أجيب آه شوك ومعالك واسيحن واعمل فيهم يتجرف ولكن <applause> آه. هذا ايضا تجاوز هذه الصعوبات هو ابداع من نوع معين آه طبعا الفكره يعني اي شيء بيبدا في فكره آه فانت بدك توجد الفكره متى ما وجدت الفكره بتكون الامور سهله مش صعبه بالذات زي ما حكيت لك بتعاون آه الموجودين حواليك وتشجيعهم كثير مهم حتى كإدارة الوكالة موجهين كان لما يجوا يشجعوني وأنا أثناء العمل فتشجيع الجميع كان كثير له دور ودعم لي بصراحة نعم.